كلمة؟ اتفضل. ايه ده؟ لا عاد ولا يهمك، ثواني هو هيطلع. عاد ولا يهمك؟ بس استنى بس عد من 1 ل 10 هو هيطلع والله. عد ايه من 1 ل 10 ايه؟ عد بس عد واحد من عد من 1 ل 10 والله العظيم هيطلع. صدقني هيطلع. القميص باظ. لا ما باظش، عد بس من 1 ل 10. ايه ده؟ عد بس من 1 ل 10. عد من 1 ل 10؟ ده لعبة حضرتك. هو عد من 1 ل 10 وهتطلع. هنلعب في الشارع يا كابتن انت ولا ايه؟ لا مش هنلعب، بس عد من 1 ل 10 بس وبعدها هتطلع. انت قلقان ليه؟ والله عد من 1 ل 10 وهتبص لها فرقت على طول. طب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هتطلع صدقني. ده حبر ده. معلش هيطلع، انا عارف انه حبر بس هيطلع. حبر سر هو هيطلع على طول. طب ممكن هعد انا؟ ما تعدش انت. طيب انا هعد. بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب بس ممكن حاطط سبيدي بس عشان اعرف. بس عد معلش سيبيني بس عشان ابقى مرتاح. سيبيدك معلش. انا مش هبيتك النهارده غير في الاسم. 1 2 2. انت هتعيد من الاول تاني؟ معلش يا ماما حضرتك لخبطتني. معلش انا معلش استحملني بس. 1 2 2 3 17 18 122 122. هنفضل طول اليوم نعد في دم بقى ولا ايه؟ انا عجزت جنبك. القميص الاشفر، القميص الغالي اللي انا جايبهولك من كوالالمبور، دفعت 121 دولار عشان اجيب له القميص ده من 6 سنين. انا حزين اخص ده القميص ده. ده ليه ذكريات عندي ما تتخيلش يا ابني. تقوم تبهدله له كده. انا هقول لحضرتك على اللي حصل والله. وانا قابلت استاذ ابراهيم ناصر. ما تكذبش. هتديش من الاربعه دول واحد تجيب براخينك واتنين التانيين في براخينك. ايه اللي حصل بقى؟ ما قابلني استاذ ابراهيم ناصر حضرتك. محروق بجاز. وبعدين؟ ماشي حضرتك زي ما تقول. هو رش عليا الحبر. ايوه. قال لي عد من 1 ل 10. ايوه. عديت من 1 ل 10 وطلع. وطلع. هو قال لي قبلك اي واحد رش عليه. رشيت عليه؟ اه. وما طلعش اهو. طب وانا اعمل كده؟ ايه رايك؟ طب ليه حضرتك كده؟ ايه رايك كده؟ طب ليه حضرتك كده طيب؟ وده برضه مش هيطلع. انا عايزك تمسك النضاره دي يا ابني. امسكها. هوريك ايه اللي هيطلع.